أهلا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج بيتنا. اليوم رح نفتح ملف جديد في عالم الطب وهو آلام الورك. هذه الآلام التي بعض الأطباء ما بيستطيعوا تشخيصها حتى لو كان عندهم اختصاص في الطب وطب العظام تحديدا، ولذلك يتعرض المريض أحيانا للعديد من الفحوصات والإشعاعات ومع ذلك يبقى لديه الألم. اليوم في ضيافتنا الدكتور أسامة العبد الله، اختصاصي في جراحات العظام والجراحات في الطب الرياضي، وهو من القلائل المتخصصين في آلام الكتف والورك. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك وببرنامج بيتنا، شرفتونا في مستشفى الإمارات التخصصي مدينة دبي الطبية دبي. دكتور احكي لنا عن آلام الورك، يمكن هذا الألم كثير من الناس، ويعني حتى أنا قبل ما أبحث لإعداد الحلقة كنت أفكر أنه تخصصكم هو فقط متعلق بتغيير مفصل الورك أو الفخذ، لكن يبدو أن الموضوع أكبر من هيك بكتير، وآلام الورك إلها تشعبات كتيرة، ياريت تحكي لنا عنها. أغلب الناس لما نسمع بآلام الفخذ بيخطر في بالهم ما يسمى بالخشونة أو بالديجنريشن، وموضوع أنه آلام الفخذ تحتاج لتغيير مفصل الفخذ، وهذا احنا الاسباب اللي بتكون موجوده، ولكن هذا يعني نقطه من بحر زي ما بيقولوا. الم الفخذ اسبابها عديده، تختلف باختلاف الاعمار، تختلف باختلاف الاكتيفيتيز والنشاطات، تختلف باختلاف اذا كان في اصابات او عدم وجود اصابات، تختلف اذا الواحد عنده امراض اخرى، عنده اسباب اخرى تؤدي الى الم الفخذ، يعني اسباب اخرى بالجسم، وزن زائد، أمراض سكري، أمراض ضغط، هي كلها طبعا قد تكون أسباب من أسباب آلام الورك أو الفخذ. طيب دكتور، أنا بعد ما قعدت معك في الإعداد وقعدت هيك أبحث، لقيت أنه من أبرز مسببات آلام الورك هو شيء جديد كان موجود أوريدي في الكتف، اللي هو متلازمة التضيق والاحتكاك في الكتف، ولكنها الآن بدأت تنتشر في منطقة الفخذ أو الورك. ياريت ناخد فكرة عن هذا المرض وشو بيشعر المريض بالضبط وشو الحلول اللي أنت بتقدم له إياها. طبعا اللي يسلط الضوء أكثر على هذه الأمراض حاليا أنه نحن نتبحر بموضوع العلاجات بالطرق الحديثة والأحدث، مثل ما سبق بمنطقة الكتف من 25-30 سنة كان أمراض الكتف تعالج بطرق أخرى تماما، تطورنا وشكرا بالعلم الحديث صارت الأمور تعالج مثلا حتى لو دخلنا للجراحات بعلب المناظير وأكبر العمليات نستطيع حلها وعملها بعمل المناظير. كمان نحن علم المناظير دخل حاليا لمنطقة الفخذ، اللي هو كان الفخذ اللي كان متصور من أكثر من 50 سنة أو أكثر من 20 سنة أنه يستحال الدخول له بالمنظار لأنه عبارة عن تجوف. العلم الحديث آخر 20 سنة وبالذات آخر 10 سنوات تطور هائل بهذه المنطقة، بدأ العلاج بعلم المنظار أو بالتكنيك تقنية المنظار بأمور صغيرة. حاليا تبحرنا، صار أصبحنا نستطيع علاج داخل المفصل، خارج المفصل، وحتى العضل والأوتار حوالين المفصل بدون ما نضطر للفتحات الكبيرة بالمنطقة. طيب دكتور، بعد ما حكينا بكل هذا التفصيل صار لازم من خلال المجسمات اللي موجودة تورجينا كيف تشريح مفصل الورك من الداخل وإيش فيه بالورك غير المفصل، ممكن نشوف؟ أنا عندي مجسم صغير هنا، حاليا أنا عندي فقط العظم هنا، هذا هو ما يسمى عظم الفخذ، وهنا ما يسمى رأس عظم الفخذ، وهذا ما يسمى بالبلفس أو الحوض، وهذا منتصف الحوض، وهي يسمى بالعربي يسمى الجوف الحقي أو منسميه الأسيتابلوم. كما نرى أنه عظم الفخذ عبارة عن رأس يدخل بالتجويف، وهذا الرأس والتجويف لازم يكون سطحين متناسقين بحيث أنه دائرة ودائرة بالداخل. الدائرة لازم لما نحرك عظم الفخذ يكون في تماما الدوران متناسق بدون ما يكون في حفف أو حواف، يعني بحيث أنه تعمل ما يسمى الامبينشمنت أو ما يسمى الاحتكاك. هي الجهة العظمية بالموضوع. عند الكبار لما بصير نتحدث على موضوع الخشونة والتغيير التغيير مفصل الفخذ، هو ما يحصل تماما أنه الكارتليج أو الغضروف الزلالي أو المفصلي يذوب أو يخشن، وبالتالي بصير الوضع شبيه أنه عبارة عن فقط عظم
يحتك بعظم وبيسبب الالام، وهذا الحلول تبعته غير الحلول المسمى بالعلاجات المحافظه والعلاج الطبيعي وكذا. بالنهايه اذا في عمل جراحي العلاج الجراحي سيكون عباره عن تغيير المفصل. طيب دكتور، يعني انت هلا وضحت لنا انه الام الورك تاتي من المفصل وتاتي ايضا من العظام الموجوده في تركيبه الورك، لكن اهم الاسباب التي تؤدي الى ظهور هذا الالم عند المريض؟ طبعا غير العظام والغضروف ما يغلف العظم الورك او مفصل الورك، هناك كم هائل من العضلات والاوتار المرتكزه حوالين المنطقة، عندنا ما يسمى بالأربطة، ما يسمى طبعا في أعصاب بالمنطقة، الغشاء المخاطي نفسه داخل المفصل الفخذ كمان ممكن يصاب بنوع من التهيج والاحتقان، هاي كلها ممكن تؤدي إلى الآلام. هل تشبه نوعا ما تركيب الركبة ولا في اختلاف بينها وبين الركبة؟ يعني مثل الركبة عندنا آلام، قد تكون آلام عظمية وقد تكون من المفاصل من الغضروف المفصلي، ولكن هناك أمور عدة مثل الغضروف الهلالي المسمى المينيسكس، مثل الأربطة والأوتار التي تغلف الركبة، الأربطة اللي تساعد على الاستقرار الركبة، وطبعا الأعصاب ما حولها. فكل العظام العظم قد يؤدي إلى مشاكل، الغضروف قد يؤدي إلى مشاكل، وكل ما يسمى soft tissue أو الأنسجة الطرية قد تؤدي إلى مشاكل وأعراض وآلام. تماما الفخذ مثل الركبة، كمان إذا زيادة التحميل على عضلات وأوتار الفخذ ممكن يؤدي إلى إصابات، زيادة المفرطة بالرياضة أو مع مثلا مع زيادة وزن أو مع زيادة وزن الواحد بده يخسس وزنه فيجهد العضلات والمفصل ممكن تؤدي إلى إصابات أخرى. يمكن دكتور حضرتك فصلت لنا التركيب التشريحي للورك والمفصل تبع الورك ومن أين تأتي الألم، ولكن خلينا نقول ما هو الألم الذي يشعر به المريض إذا كان المرض عنده مش في المفصل؟ يعني كل الناس دائما بتفكر أنه مفصل الورك، لكن بعض الناس بيغيروا المفصل وبيتعرضوا لها الجراحة الكبيرة ومع ذلك يبقى الألم، ما هو نوع هذا الألم؟ الأسباب قد تكون كثيرة جدا، وأحيانا تكون معقدة حتى الطبيب العادي أو حتى المريض اللي عنده خبرة فيزيائية بالأناتومي والتشريح بالمنطقة. الأسباب قد تكون عدة والأعراض قد تكون عدة، بس أغلب الأعراض اللي تصل للمنطقة عبارة عن الأوجاع وقت النشاط الزائد أو وقت المشي أو وقت التحريك، رياضة معينة كان واحد يمارسها لا يستطيع ممارستها، وجع بعد جلوس طويل أو بعد نوم طويل أو إحساس بالتيبس بالمنطقة، إحساس بالوجع خارج الكتف مثلا عفوا الفخذ مع نزول الألم مثلا للركبة أو حتى للكاحل، أوجاع مثلا بالأوضاع المختلفة داخل البيت. دكتور اسمح لي كمان حابة أسألك عن داء التنكس المفصلي في غضروف الورك، هل يحدث بسبب التضيق في الورك أم لديه أسباب أخرى؟ داء التنكس المفصلي اللي هو بالعامية احنا بنسميه خشونة المفصل، عبارة عن داء يصيب بأغلب الحالات يصيب الكبار بالعمر، والكبار بالعمر قد يتعدى طبعا حسب الجنسيات والعروق، ولكن بأغلب المحلات تكون مثلا بعد 60 أو بعد 70 سنة، عبارة عن خشونة بالغضروف المفصلي، وهذا يسبب آلام وإحساس بالتيبس وحتى إحساس نوع من الطقطقة، بصير واحد ما يستطيع يمشي مسافات طويلة. أسبابه قد تكون سبب فقط لاستهلاكه خلال العمر، قد تكون الأسباب لسبب لبعض الأسباب الأمراض اللي كانت صابت الشخص بصغره، أو تكون مثلا بعد كسور أو شيء ما بالمنطقة. حسب من خلال الشرح للأمراض اللي بتصيب منطقة الورك أنه يمكن يكون حضرتك أكثر اتصالا مع الرياضيين، وحضرتك بالفعل أكثر اتصالا مع الرياضيين اللي يمكن هاي الحالات اللي بتصيبهم تؤخرهم عن ممارسة الرياضات خصوصا المحترفين منهم، لكن برضو أنا بلاحظ كأنه الرياضة هي الداء والدواء في نفس الوقت، شو رأي حضرتك؟ مثل ما تفضلتي الرياضة قد تكون سببا وقد تكون أصلا علاجا،
وهذا يعني بكل المفاصل الجسم وكل عضلات الجسم، ليس فقط بمفصل الورك. الرياضة قد تؤدي لنا لحوادث رياضية، قد تؤدي إلى مثلا زيادة تحميل للأوتار والمفاصل، وتؤدي إلى للآلام والأعراض الأخرى. وبالمقابل من أوائل الأساليب العلاج اللي نستعملها بعلاج هذه المسألة هي الرياضة، وهي العلاج الفيزيائي وتقوية العضل وتقوية المفصل وإعادة الهيكلة الهندسية للمفصل، بحيث أنه نتجنب وإبعاد هذا الأنواع من الأعراض. هلأ دكتور، أنا عرفت أنه حضرتك عندك تخصص مش موجود في المنطقة تقريبا، ويمكن أنت المتفرد الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التخصص، وهو العلاج بالمنظار لحالات معينة داخل مفصل الورك. ياريت تعطينا فكرة عنها. من إحدى العلاجات اللي أنا بعملها هي علم أو عمليات داخل مفصل الورك بالمنظار. هذا النوع من العمليات نوع جديد نسبيا بالنسبة للتطور الهائل بالطب والتطور الهائل بعلم المناظير. لغاية تقريبا 20 سنة ما كان في مجال أبدا، تقريبا ما كان بالمستطاع نعمل عمليات كبرى فقط بالمنظار بعظم الفخذ، بحيث أنه المنظار أو الانسترومنت أو الكاميرا تدخل لهذا العمق. فالحمد لله خلال السنوات الماضية تطورنا بحيث أنه فقط ليسنا فقط ندخل داخل ونعالج أمور صغيرة داخل الفخذ الورك، ولكن نعالج أيضا أكثر من ذلك. كان ما يسمى الاستطباب أو الانديكيشن لعمل عملية المنظار بالورك، حتى مشكلة السنابينج هيب كانت يعني نستطيع معالجتها بالموضوع المنظار. فإذا المنظار يعني بمنطقة الورك فقط، ليس فقط الآن تطورنا من أنه كنا نعمل عملية داخل المفصل، وصلنا الحين نعمل عملية خارج المفصل وحتى بالعضل حول المفصل حتى بالأعصاب اللي حول المفصل. طيب دكتور، إحنا رح نطمع فيك وتعطينا أكثر تفصيلا للعمليات التي باتت تجرى بمنظار الورك وسابقا كانت تحتاج للجراحة مع شرح المفصل الموجود. أغلب العمليات اللي نعملها شيء من يسمى تفضلتي وذكرتي بمتلازمة الاحتكاك والتضيق، مرض مش معروف ولكن هو بسهولة يسمى impingement باللغة الإنجليزية واللاتينية، وهي عبارة عن عدم تناسق ما بين رأس عظم الفخذ والحرقفة أو ما يسمى بالكب داخل الحوض، عبارة عن سطحين يعني يحتكوا بعض، وهذا يؤدي إلى إصابة الأنسجة الطرية ما بينهما بالإصابات والتمزق. فإذا هاي حالة من الحالات اللي بتعمل آلام، والعلاج المحافظ بالأدوية والعلاج الطبيعي وتغيير النشاطات قد لا يكون كافي لحتى هذه الأنسجة التي تمزقت أن تلتئم، وبالتالي نحن محتاجين لندخل إلى المنطقة ونعالج الوضع. معالجة الوضع كان سابقا عبارة عن تقريبا ما يقارب خلع مفصل الورك تماما لندخل للمنطقة ونعيد ونزيل هذه الطبقة الخشنة، الطبقات الزائدة الغير متناسقة، ونعيد خياطة الأنسجة الطرية التي تمزقت. هذا بحد ذاته أصلا هذا بحد ذاته أذية للكتف للمنطقة الورك عفوا. نحن حاليا بالمنظار نستطيع بفتحة صغيرة لا تتجاوز 1 سنتي أو يعني فتحتين أو حتى 3 فتحات لا تتجاوز الواحد منهم 1 سنتي، ندخل إلى المنطقة بالمنظار ونعالج هذه المنطقة، نعيد خياطة الشيء التمزقات الحاصلة. استطعتنا إذا في كان شيء ما يسمى اللوز باديز أو أجسام غريبة داخل الفخذ تزال بهذه المنطقة بهذه الطريقة. إذا في كان نوع من أنواع عدم الاستقرار والإنستابيليتي كمان فينا نعيد شد المنطقة. إذا في أحد العضلات أو الأوتار مثلا العاملة بسميها متقلصة مشدودة، مثل وهذه آلية السنابينج هيب كمان هالعملية تجرى بالمنظار. هي إحدى الأطباء المشهورين جدا بالعالم دخل لمجال وتعلم مجال وأحب مجال العمليات بالمنظار، لأنه إجا مريض مصاب بطلق ناري، طلق الناري كان يعني استقر بمنطقة مفصل الفخذ، وكان بسهولة بدل ما يفتح هذا المريض يعني 15-20 سنتي فتحة العملية، دخل بالمنظار و يعني
وأزال هذه الرصاصة بكل سهولة. يعني دكتور من خلال تخصصك أنت الآن ممكن تعفي المريض من أنه يفوت جراحة كبرى ويعمل عملية تستلزم أنه يبقى في المستشفى فترات طويلة؟ يمكن هلأ اختصرته على المريض كل هذا، يا ترى قديش مدة العمليات هلأ اللي بالمنظار مقارنة بالعمليات اللي كانت تتم بجراحات عادية، وأيضا مدة بقاء المريض في المستشفى والنقاه؟ لا شك أنه إذا بدك تعمل عملية لمريض تدخل إلى قاع الحوض وتدخل إلى مفصل عظم الورك يتطلب تدخلك ما بين عضلات وفتح للمفصل وحتى خلع المفصل، هذا كله يستلزم للنقاهة فترة أطول بكثير من أنه لو دخلت فقط بعبارة عن ماسورة أو إنسترومنت أو كاميرا تدخلتها خلال فتحة نص سنتي تفوت وتطلع. هذا الالتئام سيكون بسرعة البرق مقابلة بالتئام جرح مفتوح. أنا زي ما شفته عندك دكتور هو زي أنبوب رفيع حتى أرفع من ماسورة. نعم، وبالتالي أغلب مرضى جراحة المنظار يكون حاضر المريض جاهز يروح على بيته بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من العملية، بالمقابل العمليات الكبرى المريض مش جاهز تماما، زائد أنه موضوع النقاهة والعلاج الطبيعي الفرق شاسع ما بين الأزمان. يعني ممكن يمشي على طول بعد العملية، يمشي على إجري ولا بحتاج راحة في الفراش؟ مريض المنظار بعد المنظار يمشي على طول بعد رجله، طبعا احتراما للأنسجة التي أعدنا خياطتها وأعدنا اللي يسمى بالريكونستراكشن، أعدنا بنائها، طبعا احتراما لها سيمشي على ما يسمى بالعكاز فقط لتقليل اللود أو التحميل على المفصل، ولكن وليس لأنه المريض غير قادر على المشي. زائد إذا أخذنا بالكمية الألم أو مستوى الألم التي اللي يكون عند هذا المريض تقريبا لا يقارن بالألم اللي عند المرضى الآخرين. مريض المنظار أو عمليات المنظار بشكل ملحوظ سيحس خلال أيام الفرق ما بين قبل العملية وبعد العملية. طيب دكتور حابة أخذ فكرة يعني معدل الأعمار للمرضى اللي بيلجأوا لعيادتك، يعني من أصغر الأعمار لأكبرها، لأبرز الحالات اللي كان المنظار سبب في شفاه. أغلب الحالات اللي أنا بشوفها ما بين العمر 15 لـ 45 سنة، وهذا بحد ذاته لأنه أغلب المرضى بهذا العمر تكون كتير نشطة بهذا العمر، وبالتالي إذا في أذية صغيرة ممكن تهيج من وراء الرياضة أو من وراء النشاطات بشكل عام. ولكن طبعا في أعمار أكبر من هيك بكتير، وفي أعمار أصغر من هيك شاركت بعلاجها. يحضرني حالة جميلة، صبية جميلة عمرها 9 سنوات تعاني من مشكلة كبيرة بعظم الفخذ وصار لفترة طويلة، وأغلب الفحوصات اللي انعملت لها سواء أشعة أو حتى MRI لم تبرز يعني ما هي المشكلة بحد ذاتها، ولكن بالفحص السريري وبالشكوى المريض لما عملنا منظار عملية منظار وجدنا مشكلة كبيرة كتير، استطعنا الحمد لله رب العالمين إعادة خياطة ما يسمى بالشفة، شفة الحرقفة تسمى أو اللي يسمى الليبروم بالإنجليش، والحمد لله خلال أيام بسيطة حركتها جميلة وصارت تتحرك وحاليا عم تمشي، والعملية عملناها فقط من أسبوع، وهي أنا بتوقع من أصغر بنت على الإطلاق يعني يعمل لها هيب أرتروسكوبي أوبريشن، وعملناها بمستشفى الإمارات التخصصي هنا. ما شاء الله وحمد لله على سلامتها. يعطيك ألف عافية دكتور، شكرا جزيلا. ولكن قبل ما ننهي حوارنا حابة السادة اللي بيتابعونا تقولهم عن أبرز الآلام اللي إذا شعروا فيها حضرتك تكون ملجأهم لتخفيف الآلام، خصوصا الناس اللي لفت وتعبت وما تخلصت من هذا الآلام. أنا زي ما حكينا قبل هيك أغلب الأعمار هي ما بين 15-40-45 سنة، هاي الأعمار ما بيكون عندها ما يسمى بخشونة المفصل، وبالتالي أغلب الأسباب ستكون أسباب أخرى. المتعارف عند الأطباء عموما إذا أنت ما في شيء على صورة الأشعة إذا ليس لديك مشكلة، ونعطيك مسكنات وبأقصى الأحوال علاج طبيعي، وهذا ما نستطيع فعله. طبعا ورد عندي حالات كتير أعطوها إبر بأشكال مختلفة وبأنواع مختلفة. أنا نصيحتي للمريض ثق بطبيبك طبعا، ولكن إذا طول العلاج وإذا التشخيص نفسه لم يوجد، التشخيص هو على أساسه إحنا بنعالج، فالمريض اللي عنده آلام بالفخذ أو حوالين الفخذ بالذات منطقة المغبن، آلام تثار بالحركة وبالذات لما 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 بعملية فتح الرجلين،
آلام النساء بعد الولادات الطبيعية، آلام النساء لما بتمارس حياتها مع زوجها بالبيت، هاي كلها آلام قد تكون جاي من الإصابات بالأنسجة الطرية داخل مفصل الورك أو حوله، وهاي إن شاء الله إحنا بنقدر نستطيع نشخصها ونعالجها بطريقتنا وبطريقة المنظار. يعطيك ألف عافية دكتور، كل الشكر والتقدير بالفعل من خلال هذا الملف المتخصص بالورك. يعني حتى إحنا استفدنا كتير وعرفنا أنه مش كل ألام الورك هي مفصل، ومش كل علاجات الورك هي تغيير المفصل. شكرا جزيلا لك دكتور أسامة العبدالله، عن جد استفدنا جدا معك، وأتمنى أنه السادة المشاهدين اللي بحاجة لأي شيء يتواصلوا مع حضرتك. شكرا جزيلا، كل التقدير. شرفتونا وشرفتونا ببرنامج بيتنا، وأهلا وسهلا فيكم وبيتنا الصغير مستشفى المرض تخصصي مدينة دبي الطبية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وأنتم أعزائي المشاهدين، سعيدة جدا بمتابعتكم لنا، وأتمنى أن ألقاكم في ملفات جديدة مع برنامج بيتنا.